من أكثر مشاكل النظر حرجاً لأصحابها هي مشكلة الحول، لأن الأشخاص المصابين بالحول عندهم بيستوي مشاكل نفسية وأيضاً اجتماعية. نحن اليوم متواجدين في مركز مغربي للعيون علشان أكثر نسلط الضوء على هذا الموضوع مع دكتور أسامة عبد الحكيم، استشاري طب وجراحة العيون وجراحات الحول وتجميل عيون في مستشفى مغربي العيون. أرحب فيك. الله يحفظك. كم عيون قلت؟ أرحب فيك بحلقة اليوم من برنامج الجمال أسرار دكتور أسامة. ربنا يخليك. خبرنا أكثر. أشكرك. خبرنا أكثر عن تعريف الحول. هو الحول زي ما انت قلت في المقدمه، يعني هو احد الحاجات المهمه جدا في الجمال. يعني مش ممكن ان نقدر نعمل اي حاجه، يعني مش هينفع مثلا نخلي الشفايف حلوه والخدود حلوه زي عندك كده، ولا الرموش حلوه والقمح ولا يعني. فاحنا الف ب يعني ان الواحد يبقى كويس او شكله كويس ان ما يبقاش عنده حول، بعد كده نقدر نكمل يعني. فهو يعني لو قلنا متمشي مع الحلقه، فهو طبعا احد اهم يعني اهم نقط الجمال في العين من الفيرست كونتاكت. الحول ان العينتين ما يبقوش مع بعض. دايما الناس بيبقى عندهم ضعف نظر في حاجه اسمها انحراف، يعني الاشعه بتخش جوه العين وتنحرف ويفتكروا ده حول. لا، الحول يعني العين يا اما جايه كده يا اما جايه كده، يا اما جايه فوق يا اما جايه تحت. المهم ان العينتين ما هماش متوازيتين، منفصلين على بعض. الطبيعي زي ما انا ببص لك وانت بتبصي لي، ان عينك الاثنين رايحين عليا وانا عينك الاثنين رايحين عليك. لو العين دي رايحه عليك والعين دي رايحه الناحيه الثانيه، يبقى عندي حول كده. وفي الحالة دي بقى في مشكلة كبيرة، لأن حقيقة أنت مش هتبقى عارفة أنا ببص لك ولا ببص ناحية تانية. صحيح. ومش هتبقى عارفة أنا بكلمك ولا بكلم الشخص اللي جنب منك. فتبص تلاقي رد الفعل بتاع الشخص اللي بيكلمه شخص عنده الحول غريب جدا. ساعات ما يردش عليه، يعني هو يكلمه وما بيردش، وهو مفكر إنه بيكلم شخص تاني يعني. خبرنا دكتور عن أنواع الحول. الحول بنقسم يعني لكذا نوع، لكن لو لخصناهم باختصار شديد إن معظمه يا إما حول داخلي، يعني العين داخلة ناحية الأنف، يا اما حول خارجي، وده حول اسمه حول افقي. افقي او العين طالعه لفوق او نزل تحت، فبنسميه حول رأس. فيا اما افقي يعني لبره يا لجوه، في كلتا الحالتين هو حول، يعني داخل جوه بقى حول، طالع لبره بقى حول، طالع لفوق بقى حول، نزل تحت. فانا حتى لما بكلم مريض بقول له انت عندك حول افقي ورأسي، او افقي بس او رأسي بس، فهو افقي يا رأسي باختصار شديد يعني. دكتور أسامة اليوم ويانا حالة اسمها مروة. مروة ثانية. خبرنا عن حالة مروة أكثر وكيف بيتم علاجها. يا مروة شفنا الأسبوع اللي فات، وهي عندها حول زي ما اتفقنا احنا، في حول داخلي يعني ناحية الأنف، وحول خارجي يعني ناحية الودن، يعني العين رايحة كده كده. لو ان دي العين، لو العين داخلة لجوه كده يبقى داخلي، لو حول كده يبقى خارجي. في عندها حول أفقي زي ما اتفقنا بس خارجي، يعني العين طالعة على بره. هي عندها حاجه 20 سنه او اكتر شويه، يمكن او حاجه 20 سنه، وعندها حول خارجي من زمان خالص، وللاسف يعني هي مكتسب في حالتها او ان لا في حالتها فرقية. هي برضو نفس القصه اللي احنا حكينا عليها، يعني هي اول ما اتولدت قعدت مده ما عندهاش حول، ومع الوقت الجزء زي ما اتفقنا اللي هو مسؤول عن الانتين يتظبطوا على 8 9 سنين ابتدت الانتين ينفصلوا على بعض. اذا دكتور اسامه الحاله اللي تعاني منها مروه هي ضعف في عضله العين. بالضبط، عضلات العين. بالضبط. يعني احنا بنقول ان العضلات مش شغاله، هو مش ضعف في العضله، هو يعني عدم استخدام العضلتين الانتين بشكل جيد او ضعف في العضله يعني. فاحنا اتفقنا النهارده ان شاء الله ان احنا نعمل لها، احنا بالنسبه لنا في المغربي هنا اول عندنا تقنيات عاليه جدا، احدث حاجه تقريبا، وانتوا هتشوفوها معانا. ان احنا بنقدر نفحص العيان دلوقتي الحمد لله، يمكن لاول مره احنا يمكن المكان الوحيد في الشرق الاوسط كله، ومن الاماكن القليله جدا 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 حتى على مستوى العالم، مش في الشرق الاوسط، اللي نقدر نقيس الحول بالكمبيوتر، ودي اول مره تحصل. بقى عندنا ريكورد نقدر نحط العيان طول عمرنا بنقيس الحول بطريقه معينه كده، برده ممكن تشوفوها معانا في العياده. غيرنا الكلام ده، بقينا بنقيسه بالكمبيوتر، فبتطلع ارقام الحول بتاعتها وبنطبعها وبنوريها لها، وبناخد دقه ادق كتير ومطبوعه، ونحطها في الريكوردز بتاعتها، ونقدر نرجع لها في اي يوم من الايام. ده كان ما كانش موجود قبل كده، كان قبل كده انا بقيس بايديا واكتب الارقام اللي انا شايفها، ومحدش يقدر يعرف الكلام ده مظبوط ولا لا، ولا يقدر يتابعه غير من الملف بتاعي. دلوقتي بقى اي حد يقدر يبص على الرسومات زي ما هتشوفوها معايا، يقدر يعرف الحول ده كان كام في يوم من الايام، وايه اللي حصل معاها مع الوقت. دكتور انا وايد متحمسه علشان نبدا العمليه حق مروه، لانه فعلا وهي متحمسه اكثر من اللي منك. اكثر من نصف الجمال هي الثقه بالنفس. فاليوم بنشوف مروه عقب العمليه ان شاء الله بثقتها بنفسها، وان شاء الله يا رب الله يشفيها ان شاء الله. ربها ثقتنا كلنا فيك ان شاء الله. يلا ان شاء الله ربنا يوفقك ان شاء الله. ماشي، تفضل. مرحبا، انا اسمي مروه جمال، من مصر، عمري 30 سنه. جيت اليوم في برنامج الجمال اسرار عشان احل مشكله الحول اللي عندي في عينيا. هو بصراحه عامل لي مشكله نفسيه وازمه في حياتي.
هي ما كانتش موجودة عندي من الأول، هي لسه جايلي من فترة قريبة، ممكن حوالي 4 سنين 3 سنين. بس هي عاملة لي أزمة نفسية طبعا مع التعامل مع البشر، مش عارفة أتعامل مع ناس، لما أجي أتكلم مع حد مش عارفة أن أنا أتعامل معي. فأنا النهاردة جيت إن شاء الله وعندي أمل في ربنا وفي مستشفى المغربي للعيون مع الدكتور أسامة في مستشفى المغربي، وإن شاء الله عندي أمل في ربنا وفي الدكتور أسامة أنه هو يحل لي مشكلتي. دكتور خبرنا الحين ده الجهاز اللي احنا بنستخدمه في قياس الحول، وهو عبارة عن كاميرات بتسجل حركة العين، يعني في كاميرا هنا وفي كاميرا هنا، وفي انفراريد ليزر بنحطه على الحيطة هنا هون، وبنقول لها بص يمين بص شمال، والكاميرا بتسجل الحركة بين العينتين وبتحطها على الكمبيوتر. يعني احنا هنبتدي الفحص معاها دلوقتي. اوكي كريستين، دكتور أسامة نبدأ العملية لمروة؟ إن شاء الله. يلا تفضل. إن شاء الله تفضل. يلا مروة. يلا مروة 2 عشان مروة 2 مروة 1 يلا مروة 2 مروة 1. دكتور أسامة وصلنا الحين لغرفة العمليات وكلنا بلباس العمليات نبدأ إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. لكن خبرنا الحين شو بتسوي حق مروة؟ إحنا اتفقنا أن عندها حول خارجي، فعندها عين بتروح يمين وعين بتطلع لبرة الناحية دي، اليمين والشمال. فإحنا بنيجي على العضلات أو الأربطة اللي بتشد لبرة وبنريحها شوية بطريقة ما، ناحية اليمين وناحية الشمال. الجديد اللي احنا بنعمله النهاردة ان احنا بنعمل الكلام ده تحت قطرة، بحيث ان احنا بعد ما نخلص على طول هنقدر نبص عليها ونطمن الحول تزبط كله ولا لأ، ولو ما تزبطش بنقدر نزبطه تاني وهي في قطة العمليات، بحيث نطلع من هنا واحنا كل حاجة خلصانة ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور أسامة انا بخليك ويا مروة ان شاء الله، وتقوم ان شاء الله مروة بالسلامة. ان شاء الله. 45 دقيقة وبرد لكم ان شاء الله. يلا مسي جدا. مشاهدينا انتهينا الحين من العملية لمروة، ومعنا دكتور أسامة عبد الحكيم. لكن الحين دكتور أسامة خبرنا أكثر عن نتيجة العملية. والله الحمد لله بالنسبة لنا ناجحة 100% الحمد لله، الانترنت بقوا كويسين وبقت بص علينا كويس، تقريبا الحول اختفى خالص الحمد لله. مروة متحمسة علشان تشوفين عمرك؟ أكيد طبعا. هذه المنظرة كلنا متحمسين. مش هتعرفيه انت مروة. والله انا بدي ابكي بس خايفه ابكي عشان اعمل كده. يعني البركه بقى في الفريق العاملين في التلفزيون، هم عرفونا عليكي واحنا سعداء بيكي، يعني كتر خيرهم خالص بصراحه. يعني دكتور أسامة عبد الحكيم من مركز مغربي للعيون في اماره دبي، نشكرك على استقبال فريق برنامج للجمال اسرار ومعالجه مروة. معانا المده دي كلها يعني بجد ناس كلها قعدت معانا وقت طويل جدا، احنا ما كناش متوقعين كمان الوقت ده منكم، وفعلا انا سعداء بيكم جدا جدا في المستشفى. يعني وان انتم بتساعدونا ان احنا نساعد اي حد محتاج اي حاجه من عندنا في اي وقت شرفنا في المغرب. الحمد لله. نشكرك دكتور وسلامتك مروة. والحين حبيبتي والحين مشاهدينا مع بعض للسر الثاني لليوم، لكن بعد الفاصل خليكم ويانا. We'll be right back.